مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. في إطار ردود الأفعال على إعلان التكتل الوطني للأحزاب السياسية، أعلن المجلس الانتقالي رفضه الكبير لإعلان التكتل، معتبرا بأنه قفز على مشروعه في الانفصال. البعض يرى أن هذا الرفض تعبير عن أزمة داخلية أكثر منه موقفا سياسيا مدروسا، أي أن الانتقالي أصبح محاصرا بالشعارات والأهداف التي دأب على تصديرها خلال الفترة الماضية لمناصريه. في السياق، هاجمت ميليشيا الحوثي التكتل معتبرة إياه ضمن مخطط أمريكي لعرقلة العملية السياسية ومحاولة خلق غطاء سياسي جديد لإعادة الحرب ضدها. وأوضحت الميليشيا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تلويح وتهديد بتنفيذ تصعيد عسكري ضدها، مؤكدة أنها جاهزة لمواجهة ما أسمتها التحديات. من الواضح أن هذا التكتل يأتي وفق ترتيبات محلية وإقليمية ودولية، الهدف منها التجهيز لخارطة طريق للمرحلة القادمة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في هذه المحاور: توقيت إعلان التكتل، وهل يحظى بدعم محلي وإقليمي، وقدرته على استعادة الفعل السياسي في اليمن، وكذا اعتراض الانتقالي ومخاوفه، وهل هي مشروعة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. قياسا على توقيت إعلانه، يرى البعض أن إعلان تكتل الأحزاب والقوى السياسية أشبه ما يكون بمحاولة اصطفاف لمرحلة قادمة، بينما يرى آخرون أنها محاولة عبثية لتدوير الفاشلين، وأن هذه الخطوة منقوصة لأنها فشلت في ضم المجلس الانتقالي إليها، وبالتالي فإن هذا التكتل مصيره الفشل. وبعيدا عن كلا التوجهين، سواء المتفائل أو المتشائم، فالواقع أن هنالك حراكا يجري الآن على الساحة اليمنية، وأن هذا الحراك مدعوم من المجتمعين الإقليمي والدولي، وكأنه يجهز الساحة اليمنية لخارطة طريق جديدة وفق تصورات لم تتضح بعد جميع أبعادها. في المقابل، يتمترس الانتقال الرافض لإعلان هذا التكتل وراء الشعارات التي حرص على تصديرها لجماهيره خلال الفترة الماضية، أي أن موقفه خال من المرونة السياسية التي تتناسب مع طبيعة الوضع في اليمن ومعادلة القوة وسيناريوهات المستقبل القريب، ما يجعل البعض يرى أن هذا الرفض هو تعبير عن حالة أزمة داخلية أكثر منه موقفا سياسيا مدروسا، أي أن الانتقالي أصبح محاصرا بالشعارات والأهداف التي دأب على تصديرها خلال الفترة الماضية لمناصريه. وفي التفاعلات الدولية مع هذا الإعلان، اعتبر السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفان فاجن أن التكتل الوطني للأحزاب يمثل لحظة محورية في التاريخ السياسي اليمني، وأوضح خلال فعالية إشهار التكتل أن الكيانات الاثنين والعشرين التي يتألف منها التكتل أظهرت أن هناك أملاً في يمن سلمي مزدهر يقوده اليمنيون من أجل اليمن. إذا مشاهدينا، أرحب بكم مجدداً وأرحب بضيفي الصحفي أحمد شوقي أحمد، كما ينضم إلي أيضاً الناشط السياسي نشوان العثماني. والبداية معك سيد أحمد، مساء الخير. مساء النور، أهلاً وسهلاً بكم وبالسادة الضيوف. الله يحييك، برأيك مشاهدين. الله يحييك، ما دلالات إشهار هذا التكتل في هذا التوقيت؟ في رأيي أن هذا التكتل كان نتيجة لحوار ما بين القوى السياسية خلال الأشهر الماضية. كان هذا الحوار بدأ منذ اللقاء الذي نظمه المعهد الديمقراطي الأمريكي للقوى السياسية، يعني الحوار ما بينها حول القضايا المختلف عليها. كان هناك أيضا نقاش بين القيادات السياسية لفترة يعني استمرت لعدة أشهر، هذا النقاش حول يعني وضع أدبيات لنقول وأسس ومبادئ لإنشاء تكتل للقوى السياسية. كان يفترض أساسا أن يكون هذا التكتل طبعا لضم جميع القوى، وكان يفترض أن يكون هناك مسؤولية في التعامل مع هذا التكتل من حيث أن هناك حاجة موضوعية تفرض على الجميع أن هناك حالة من الحوار والاتفاق حول القضايا الرئيسية وآليات إنجاز الملفات العالقة وتصحيح العلاقة فيما بين مكونات الشرعية وتصحيح العلاقة ما بين مكونات الشرعية وقيادات السلطة الشرعية مثلا في المجلس الرئاسي وكذلك في الحكومة، ويعني تصحيح العلاقات بشكل عام داخل هذا المعسكر من أجل توحيد الموقف باتجاه خياري الحرب والسلام في المرحلة القادمة. وبالتالي اليوم
اعتقد ان هذا التكتل يعني اذا كان هناك جديه في التعامل مع الحاجه الضروريه واللازمه لانشائه فسوف يكون هناك امل بان يتم التحرك بمعسكر واحد بقرار واحد برؤيه سياسيه يعني تستوعب جميع الرؤى الفرعيه وان لا يكون هناك ايضا عمليه نقول رفض عدمي لمثل هذه الحوارات والنقاشات والتكتلات خصوصا وان هذا التكتل يعني اشهر من الداخل اليمني وهذا ايضا يشكل علامه واهميه فارقه. سيد احمد قلت من المفترض ان يضم هذا التكتل جميع القوى في هذا الوطن ولم يحصل ذلك فعلا بعد رفض الانتقال، لماذا برايك؟ اعتقد ان الانتقال لديه حساباته الخاصه، من ناحيه الانتقال مع الاسف يعني يلعب في الاتجاهين، في اتجاه هو ضمن الحكومه الشرعيه وممثل داخل المجلس الرئاسي وممثل في الحكومه بنسبه كبيره ويعتبر نفسه انه جزء اصيل في الشرعيه، وفي الاتجاه الاخر هو يقوض عمل الشرعيه من خلال يعني المواقف السياسيه والسياسات التي تتخذها قياده الانتقال او قيادته حتى في داخل الحكومه وال يعني المستوى الاعلى والادنى هي مواقف وقرارات يعني ضمن اتجاه ما يسمى باليمن الجنوبي او الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجنوب العربي أو سميه ما شئت، لا يصح أن يكون مثل هذا الاتجاه، ينبغي أن يكون هناك حوار ما بين الانتقالي والقوى الجنوبية من جهة وما بين بقية القوى السياسية حول مسألة الجنوب ومستقبل الجنوب وقضية الجنوب وما الذي يريده الانتقالي في موضوع قضية الجنوب. هناك يعني شعارات ترفع ولكن ليس هناك يعني ملفات وقضايا وآليات ورؤى وتصورات بكيفية معالجة هذه القضية مع الأسف الشديد، وبالتالي نظل نحن في حالة متاهة في صراع غير مفهوم ما هي ملامحه وما هي دوافعه وما هي أهدافه. اسمح لي أن أرحب أيضا بضيفي الآخر السيد نشوان. سيد نشوان مساء الخير. أهلا أفنان، مساء الخير لك وللرفيق أحمد شوقي وللمشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. استمعت معي إلى السيد أحمد وهو يقول بأن فيما معناه أن لدى الانتقالي كل المقومات لأن يكون قياديا على كل المستويات في الشرعية، لكنه رفض مثلا مثل هذا التكتل وبل اعتبر التكتل تهديد للقضية الجنوبية، لماذا يرفض الانتقالي برأيك؟ الخامس من نوفمبر 2024 ربما يذكرنا بالذكرى السابعة والخمسين ربما للانقلاب على السلال في 5 نوفمبر 67، لا أدري إذا كان الرقم ضبط عند هذا التاريخ. على كل حال الانتقالي عادة سوف يرفض بالتأكيد الدخول في تحالف أو تكتل من هذا النوع الذي لا أراه إلا عبثيا ولا قيمة له ولا نشكل أي جديد على الإطلاق لسببين رئيسيين. الأول أن البلد ليست بحاجة إلى المزيد من التكتلات، البلد بحاجة إلى قرار إلى أن يراعي الجميع أهمية توحيد الصف الجمهوري لتحرير صنعاء وتحرير المحافظات الخاضعة لجماعة أنصار الشيطان. والثانية أن تحالفا وتكتلا من هذا النوع لا شك أنه سيتجاوز قضية الجنوب المصيرية إلا بالطريقة والصيغة التي يراها بها. بالتالي الانتقالي وجوده ضمن الائتلاف الحكومي هو للاضطرار، ولكن لديه هدف الخاص بما يتعلق بالجنوب وتقرير مصير الجنوب، وبالتالي يقول دائما وهذا ايضا قول المحق واقوله معه ويقوله كثيرون ان كثيرا من الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي شمالا لا يفهم ولا يقدر ولا ينصف ولا يحق الحق فيما يخص قضيه الجنوب باعطائه المسار الذي يستحق كونه كان دوله دخل هذه الوحده وفشلت هذه الوحده بعد 4 سنين من تحقيقها وبالتالي عمدت بالدم وبالقوة وصولا إلى كل هذه المآلات والتراكمات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. بالتالي ليست هناك إذن جدية إزاء تحرير صنعاء وتلك المحافظات من هذه الجماعة، وبالتالي ما يحيلنا دائما إلى المزيد من هذه التشرذمات والانقسامات، إضافة إلى أن هؤلاء الشخصيات السياسية ليس لهم اليوم وجود ولا ثقل على الأرض للأسف الشديد. نحن مع الجملة السياسية، نحن مع الأحزاب، ولكنها فضلت مصالحها الخاصة، ويمكن أن ربما
تستطيع أن تبني، وأن نقول دائما ما هناك ما يبنى عليه، وأن تكون أكثر جدية. لكن للأسف شديد الأحزاب حتى الآن ما زالت في واد آخر، وإما أنها أضعفت وإما أنها فضلت عدم الحضور بكل ما تملك، لأنه ضمنها أحزاب هي لا تواجد على الأرض طبعا. أليس إنشاء هذا التكتل يعني سيد نشوان هو أيضا إشارة جيدة لعودة العمل السياسي، لعودة الحياة للعمل السياسي، لعودة العمل الأحزاب على أرض الواقع؟ لا توجد هناك بوادر عمل سياسي على أرض الواقع، لأن العمل السياسي يا سيدتي لا ينشئه ولا يقره ولا يعيده تكتل من هذا النوع. عقد اليوم أو يومين في فندق وانتهى الأمر، هذا كلام لا يصح. العمل السياسي إذا ما وجد على الأرض هناك مسارات أخرى، وهناك اقتراب آخر حقيقي جدا على هذه الأحزاب أن تقوم به من الداخل، وأن تنشط كل في الاتجاهات التي تستطيع أن تنشط فيها، وخاصة في تلك المحافظات التي نشير إليها شمالا. مهم جدا أن نلفت العناية دائما من هذا النوع أو عند هذا المستوى، إلى أن الجهود اليوم عليها أن توجه شمالا، وأن يعني اليوم لو نلاحظ هناك الهيمنة التاريخية لهذا الشمال بما يعنيه بتقلباته وصراعاته المذهبية وإلى آخره، وهناك فقط نشير إلى تعز ومارس. أما ما عدا ذلك فهو حتى الآن، وربما أجزاء من الساحل الغربي، أما ما عدا ذلك فحتى الآن لم نجد جهدا حقيقيا يتجه إلى تحرير هذه المناطق، ويجب أن يتجه اليوم قبل غد. وصلت الفكرة، اسمح لي أنقلها إلى السيد أحمد. سيد أحمد، قبل الانتقال إلى بقية المحاور نريد أن ننتهي من هذا المحور وهو حول الانتقالي. يعني فكرة الانتقالي هو أن التكتل هذا أصلا مكرر، التكتل موجود ومكرر بشكل دوري، لكن المطلوب الآن هو تكتل عسكري يحرر صنعاء بحسب ما قال السيد نشوان. كيف ترى؟ أعتقد أن العملية العسكرية والمواجهة مع الميليشيات، يعني بصرف النظر فيما إذا كانت الأحزاب مقتنعة فيها أو لا، أو هناك موالأة أو هناك توافق أو خيانة، هي في الأساس تحتاج إلى مستوى سياسي موحد يستطيع أن يقوم بتجيش هذه الموارد والإمكانات والقوات العسكرية والمجتمع بشكل عام والجانب الثقافي والتعبوي والإعلامي وغير ذلك، بحيث يكون هناك يعني إدارة لهذه المعركة. في النهاية العسكريين، وإذا تم تشكيل تكتل عسكري لا يتوقع أن ينجح هذا التكتل في تحقيق النصر، لأنه حتى إذا وصل إلى صعد وأسقط عبد الملك الحوثي فمن المتوقع أن تدخل البلد في حالة من الانشقاقات والصراعات ويعني نقول أمراء الحرب، يعني صراعات ما بين أمراء الحرب مثل ما حصل مثلا في أفغانستان بعد ثورة الاتحاد السوفيتي، أو حصل في الصومال بعد الغزو الأمريكي. وبالتالي لابد من وجود مستوى سياسي يدير مؤسسات الدولة، يكون موحد في قراراته وفي تكويناته، وهناك حالة حوار داخلي. الانتقالي مع الأسف الشديد يعطل هذه العملية. إذا كان انتقال يعني أمامنا خيار أمام الانتقالي، إما أن يكون يعتبر الانتقالي أن تحقيق إقامة دولة الجنوب في الوقت الحالي ينبغي أن يكون، وبالتالي يقوم بإعلان الانفصال ويعقد صفقة إذا أراد مع القوى الشمالية، فأن يكون هناك تمثيل لهم كضيوف داخل الشمال ومعسكرات مفرغة لهم، وحكومة يعني نقول حكومة منفى في الجنوب يعني في عدن مثلا للقيام بممارستها أو بعملها لتحرير الشمال. وإما أن يكون ضمن مستوى الشرعية، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك توحيد للقرار داخل الشرعية وتوحيد المؤسسة داخل الشرعية مسبوقا قبل ذلك برؤية وبحوار وبرؤية حول المرحلة الانتقالية وحول استيعاب الحق الجنوبيين في تقرير المصير. في الوقت الحالي وحينما نتحدث عن قضية الجنوب وحقوق الجنوبيين، من غير الواضح ما هي المطالب التي يريدها الانتقالي تحقيقها للجنوبيين. هناك مقترح كان طرح قبل فترة أو رفع وطلب بتعيين 17,000 موظف جديد، وهؤلاء الموظفين كما نعلم نحن في عملية التوظيف في البلد بشكل عام، يعني هناك مع الأسف معظمها لها علاقة بمحسوبية سياسية وقبلية وعشائرية. هذه العملية لا أعتقد أنها هي ما تلبي يعني حقوق الجنوبيين. التمثيل السياسي داخل الجنوب ينبغي أن يكون على معايير، وينبغي أن يكون هناك خطة متكاملة ليس في مسألة التمثيل الوظيفي عفوا والسياسي، وإنما أيضا فيما يتعلق بالحقوق الأخرى التي تطلب للجنوب ويطلب تحقيقها للجنوب. أما رفع هذا الشعار كشعار بدون رؤية واضحة حول ما يراد معالجته، وهي مثلا القضية الجنوبية سواء في المرحلة الحالية أو في المرحلة الانتقالية وحتى قرار المصير، لا يوجد هناك حوار، لا يرفض أن يفقد حوار مثل هذا النوع. بالتالي لا يمكن أن تمارس مثل هذا الضغط تحت داعي الشعار،
بدون ان يكون هناك رؤيه او تصور لديك حول كيفيه حل هذه القضيه، وما هو الشيء المرضي للاطراف الجنوبيه. نعم سيد نشوان، استوقفني حديث الخبجي حين قال بان هذا التكتل يهدد الشراكه مع الانتقالي، هل يمكن فعلا ان يغير الانتقالي موقفه من وجوده في الشرعيه بناء على هذا الموقف؟ الانتقال لن يستطيع ان يغير موقفه لانه موجود في الشرعيه وفي الائتلاف الحكومي بناء على الاتفاقات التي دخلها وبناء على الدعم الواضح من الاقليم وايضا الاعتراف الدولي الى اخره، ولكن كانت الاشاره ربما واضحه الى ان نحن لا نحتاج الى المزيد من هذا العبث والمراوغه. ودعيني اشير الى نقطه مهمه جدا، هناك ازمه ثقه تكاد تنعدم تماما بين الشمال والجنوب. لطيف الطيف السياسي والثقافي الاجتماعي شمالا يرى اليوم بوضوح، ودعينا نعلنها هكذا موقفا وهو لا يبتعد عن الحقيقة بل في وسطها وفي كبدها. هذا الطيف السياسي والثقافي والاجتماعي شمالا يرى في وجود الحوثي خطرا أقل بالنسبة له من فك ارتباط الجنوب، وبالتالي لا يمكن أن يتزحزح باتجاه تحرير صنعاء من الحوثي وهو يقول أنه مهدد بانفصال الجنوب. لا يستوعب قضية الجنوب بصفتها قضية دولة وبالتالي هي نصف المعادلة السياسية والحقوقية لليمن، ولا يستوعب تضمينات وانتماء حقيقي لهذه القضية وما تمثله إلا أن هناك المزيد من المراوغات، لأننا الآن في هذا المركز نريد أن نكون معاً ومن ثم سوف نحل هذه القضية غداً. هناك أزمة ثقة لا تسمح بلغة من هذا النوع، وللأسف شديد النفس القائم إذن هو هكذا إلى جانب الهيمنة التاريخية في شمال البلاد التي ما زالت ترى أن الكل تبعاً لها سواء وسط اليمن أو جنوب اليمن. فبالتالي مهم جداً الإشارة إلى هذه النقطة، لأنه دائماً النقاشات والوعي السياسي عندما يتم يلقي بالمقاربات هنا وهناك يبتعد كثيرا عن ان يطرق هذه المكامن الحقيقيه. طيب حتى لا نبتعد كثيرا عن الموضوع، تفضل البقاء معي. اعود اليك سيد احمد، فشلوا في السنوات السابقه كثيرا وتكرر فشلهم، هذه المره هل سينجحوا؟ الفاشلون هل سينجحوا هذه المره؟ أنا لا أعرف الحقيقة لأنه لم أكن جزءا من هذه المشاورات التي كانت خلال الفترة الماضية، بالتالي لست مطلعا على ما دار فيها وكيفية رؤية الأحزاب المرحلة الحالية، لكن ما أعتقد وأتصور أن المرحلة حرجة جدا وأن الحوثي سوف يأتي على الجميع، يعني سيأتي على الشماليين على الجنوبيين على أبناء تعز أبناء مأرب أبناء عدن أبناء حضرموت أيا كانت القوى هذه كلها، يعني سوف تكون لقمة سائغة انتقالي إذا ما استمر هذا الشقاق. وأعتقد أنه إذا كانت القوى السياسية ما زالت في حالة عزلة ذهنية عن هذه المعضلة ولم تفكر بها فيها بجدية، فهناك يعني أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة تهدد الجميع، وأيضا الانتقال في الوقت نفسه هو أيضا مع الأسف مهدد من قبل هذه يعني ميليشيا الحوثية، سواء إذا استطاع الحوثي لوحده أن يبتلع هذه المناطق وينتقل جنوبا، أو إذا بنيت تحالفات ما بين أطراف شمالية مثلا من يعني بعض القوى الموالية للشرعية والتي يعني تحتفظ بوراءها مثلا المركز في صنعاء يعني، والحوثيين تحت داعي مثلا محاربة الانفصال وما إلى ذلك وحرب وحدة جديدة. لكن أريد أن أشير إلى نقطة هنا في غاية الأهمية فيما تحدث به الصديق العزيز نشوان حول أزمة الثقة. هناك إمكانية يعني لمعالجة أزمة الثقة هذه إذا كانت هناك حالة من عدم الثقة بالقوى الشمالية التي مع الأسف ربما لديها ارتباطات في المركزية الطائفية والسياسية، فأيضا هناك قوى موجودة في الشمال تقاوم هذا المشروع، وكان من الواجب أن يقام تحالفات معها، لكن الانتقالي منعزل عن الجميع، يعني هو لا يعقد شراكات مع القوى الفاعلة في تعز خلال على الأقل حتى في فترة عدنان الحمادي وأبو العباس وأيضا في الأخوة في مأرب. لم تعقد شراكات ولم تعقد تحالفات في تلك المرحله ولا الان ايضا، ونحن نعتقد بانه وجود رئيس مثلا سواء كان عيدروس الزبيدي اذا كان يعني مستعدا الى ان يتولى رئاسه اليمن فنحن ندعمه وبقوه، ندعم اي طرف مهما كان يعني عقيدته السياسيه في مساله الانفصال نحن ندعمه لان نتولى المسؤوليه ونتقدم ونحن نكون حلفاء وشركاء في هذه المعركه وننتقل لتحرير صنعاء، لاننا نعتقد بان هناك اهميه اولا لتحرير هذه المناطق لحمايه انفسنا جيوستراتيجيا وعسكريا من الغزو اولا، ومن ثم يتم الدخول في تفاوض مرحله انتقاليه لادارتها سعيا لتحقيق الوحده او الانفصال، ولكن باسلوب سلمي وليس عن طريق فرض القوه او فرض الاراده بالقوه.
نعم سيد نشوان، هذا التكتل أنشئ في أصل أهدافه مناوئة ميليشيا الحوثي، وميليشيا الحوثي بالتالي أبدت انزعاجها من هذا التكتل وتقول بأن أمريكا هي أنشأته لاستهدافهم، أليس هذا إشارة جيدة على جدية هذا التكتل أيضا؟ افترض إذا كانت هناك جدية ستكون موجودة، فهي أن المجلس الرئاسي والائتلاف الحكومي المعترف به يكفي وزيادة لدعم مجهوده وتوحيد الطرف الجمهوري باتجاه تحرير صنعاء وباتجاه الاستفادة من المتغيرات الجديدة، وأن يكون بالتالي كل هذا الهم الوطني مستعدا لمعركة من هذا النوع. كلام آخر لا نستطيع أن نفهمه، وإذا وجدت تكتلات من هذا النوع أو ذاك نحن نقول أنه لا يعول عليها وليست ذات أثر، لكن هذا لا يعني نفيها بالكامل. فإذا استطاعت أن تساهم جادة وصادقة يمكن أن تفعل ذلك مستقبلا في مؤازرة هذا الجهد خلف مجلس القيادة الرئاسي. يعني أن الموجود يكفي والواجب هو توحيد الموجود. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي نشوان العثماني. سيد أحمد أعود إليك أخيرا، الدور المتوقع لهذا التكتل وأيضا هل سيتلقى دعما كاملا من مجلس القيادة؟ لا اعرف بالضبط اذا كان مجلس القياده بالفعل لديه يعني الانسجام الكامل لتقديم الدعم لهذا التكتل عفوا، وايضا في ظل وجود عضو مجلس رئاسي وهو ادريس الزبيدي ومعارض لهذا التكتل، لكن اعتقد ان من المهم تقديم هذا الدعم، واعتقد ان التكتل هذا ربما لا ياتي ايضا لحاجه موضوعيه وطنيه فقط، وانما ايضا لحاجه يعني خارجيه، ايضا لوجود طرف متماسك في اطار الشرعيه يستطيع عن يعني يقوض اي مواجهه مع الميليشيات او اي صفقه حتى مع الميليشيات، يعني لا يكون هناك حاله من التشرذم والتفتت، وبالتالي اعتقد ان هناك يعني ربما ضغطا خارجيا سوف يكون في الايام القادمه لدعم هذا التكتل، لكن نامل ونتمنى ان يكون ايضا القيادات الحزبيه في هذا الاطار او في هذا التكتل او في هذا الشكل ان تكون ايضا مسؤوله وجاده بالفعل في انها تخوض غمار الحل العسكري او السياسي او ايا كان الحل الذي يستطيع ان ينقذ اليمنيين من هذا الوضع المأساوي. الا توافق السيد نشوان حين قال بانه المفروض توحيد الموجود بدلا عن انشاء تكتلات جديده وكيانات جديده؟ ما هذا هو توحيد الموجود، يعني اذا لم يكن هناك رؤيه سياسيه متفق عليها من قبل مختلف القوى السياسيه حول كيفيه اداره المرحله القادمه فلن يمكن التوحيد الموجود. انت تتحدث عن اتفاقات عقدت في الرياض في ظل تناحض سياسي مع الاسف الشديد، في ظل عدم وجود حوار سياسي داخلي، وبالتالي لا تطبق هذه البنود التي اجريت في الرياض. الان ينبغي ان يكون هناك حوار سياسي الانتقالي مع الاسف الشديد يعزل نفسه من خلال هذه الاجراءات، وربما يعني هناك عمليه يعني تقودنا باتجاه مواجهه او صدام لسنا في حاجه في هذه المرحله. ينبغي ان ينفتح الانتقالي على الحوار وان يثبت حجته بالدليل وبالمنطق على الاخرين، وان يدينهم اعلاميا وسياسيا بشكل واضح اذا كانوا مخطئين او متلاعبين. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي احمد شوقي احمد. اذا مشاهدينا الشكر موصول لكم على حسن المتابعه، هذه تحياتي لكم من افنان تركر، كما هي لكم من معد الحلقه ماهر ابو المجد وكافه الطاقم. الى اللقاء.